ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاميلا, how are you? I hope you are good إن شاء الله. This is your plan بإذن الله. We are gonna memorize, recite سورة المسد and make recap on all the سورة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب, ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. جزاك الله خيرا كاملة. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.